اتفق البنك المركزي ونظيره الغاني على تبادل الخبرات في مجال الأمن السبراني والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال والوقوف على الهيكل التنظيمي ومهام الإدارات المركزية خاصة مركز الاستجابة بالقطاع المالي بما يعزز جهود تطوير مركز عمليات الأمن السبراني في البنك المركزي الغاني. كما ناقش الجانبان المشاريع وآليات التعاون المستقبلية ومدى أهمية تطبيق الإطار الأساسي للأمن السبراني في مؤسسات القطاع المالي الإفريقية لتعزيز القدرات السبرانية في المنطقة بجانب حوكمة الإجراءات والنظم الإدارية المتبعة للإبلاغ عن الحوادث السبرانية وكيفية الاستجابة لها.